اجلس. حيا الله محمد. الله يبارك. تكفى ابو معجب. سعدك. ابو معجب. هذا العريعه. لا ما نعود ابو معجب. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. شوف فكك المجلس. دش عليه. يلا اترك المجلس. طيب عندك سالفه يوم تقول. يلا تفضل ابو سعود. ابغى اذكركم. تفضل ابو سعود. يعني ما يقول صار ذكرنا على طفيتي. صلي وقت اليتيم اي والله خلنا نتكلم عنه تونا نتكلم لحظه تونا متكلمين عنه هذه يا دين بالزهادة زود ولا النكسة ساعة وساعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة يعني ساعة لدينك صدوق وساعة لدنياك صدوق طيب احنا ما حضرنا الساعة للدنياك وين تحضر بعد الساعة اللي بعدها يقول صلاة الوقف اليتيم وقف دار اليتيم الأول سهم الفرد ب 300 ريال وسهم الوالدين ب 600 ريال وسهم الأسرة ب 900 ريال صدقوا يا جماعة خير جزاكم الله خير أنت سفير يلا تكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة الفرد الواحد 300 ريال تبرع باللي تجود بنفسك ترى الصدقة فضلها شيء عظيم دفعت بلا تصدق باللي تقدر عليه والله أنا أقولها صادق تخيل تفرح يتيم أو تسعد يتيم هذا اللي عندي جزاكم الله خير جزاك الله خير بوادي عمود عمود, عمود في جيزان في جيزة أحسن الله يجزاك خير يجزاك خير ومبروك السفارة أنا كنت برا يوم لبسوك السفارة الله يبارك فيك وتستاهل والله ينور من اللي معك الثاني علي شمران كفو والله تستاهل والله تستاهل سفير الأخلاق الطيب الله يوفقكم بارك لك اوه صح وبارك طال عمرك لابو معجب جاي درع وانت بعد 10000 مثلي صديقي هلا ابو سعود تستاهل والله انا اللي معهم محمد وبعدين قال لي ابو معجب قال لي ان فيها فاعلة خير تبرعت عني ب 500 وعنا ب 500 اسال الله ان يوفقها ويرزقها اللهم ما تتمنى واسال الله ان ينزلها الفردوس الاعلى نعم باسمي واسمك تكلم باسمي واسمك انت يا ابو نعم مبارك الله يطول عمرك نعم. وين يا ابو 10000 تعال جاي يا ربع فيها ريحة غنم جاية ايش تناكلها؟ ها؟ والله يا حي شوف يا اهل الطاله من دونهم لحدودي مسكرات اقفال هذه يقول لا تسكرونه ولا ما انتم باردين يا ربع هذا كتاب من؟ بندر لا والله كتاب بندر معروف مع مناحي مناحي